خلونا نبتدي مع أول تليفون ومعانا الطالبة أمل السيد محمد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم شعبة الدمج. صباح الفل عليكي وألف ألف مبروك يا أمل. أنا زيك حضرتك، يعني أنا مبسوطة بيكي جدا جدا، فمش متخيلة فرحة أهلك هتبقى عاملة إزاي دلوقتي، فرحة يعني المحيطين بيكي النهاردة. قولي لي كده، باباكي ومامتك أول ما عرفوا إن أنت الأولى عملوا إيه؟ بصراحة يعني كانت فرحة كبيرة أوي بصراحة، ويعني يعني أول ما عرفت الخبر يعني حسيت بجد إن هو ربنا جاب خطي بجد وعوضني، يعني الحمد لله بجد حسيت إن ربنا رضاني، وبجد مبسوطة جدا. يعني احنا استقبلنا الخبر كنا بالليل، وجالي جيت الفول من مكتب الوزير، كنا بالليل، فوالدتي كانت نايمة وجدي أساسا كان في الشغل، فلما استقبلت المكالمة فبصراحة من فرحتي أنا صرخت بصراحة. طب قوليلي وانتي قاعدة كده في البيت وجاتلك المكالمة، بترفعي السماعة لقيتي ست الوزير بيكلمك بيهنيكي على تفوقك، مامتك لما عرفت ان الوزير معاكي التليفون عملت ايه؟ هي مو فرحت جدا، يعني انا من فرحتي اتخضيت وبقول لحضرتك صرخت واديت التليفون لماما وهي اللي كملت. يعني ماما بجد صح، مش حاسس بجد ان الحمد لله ربنا عوضني وعوضهم على الصبر وعلى بجد على كل اللي اتحملناه، والله الحمد لله كفايه ان الحمد لله شرفتهم زي ما كان نفسي. ألف مبروك ليكي. يعني طيب أنا عايزة أعرف، أنت بتقولي ربنا يعني جبر بخاطرك وكل اللي أنت اتحملتيه، قولي لي ابتديتي تستعدي إمتى للثانوية العامة؟ كثفتي المذاكرة إمتى؟ إيه الصعب اللي كان بيقابلك؟ احكي لي كده، عايزة أعرف يا جماعة الناس الأوائل دي بيعملوا إيه؟ يعني نفسي أعرف، يعني ما شاء الله عليكي عملتي إيه عشان تستعدي؟ هو بصراحة أنا يعني حاجة زي كده حتى لو كان يعني حاجة زي كده بصراحة مكنتش متوقعها خالص، الحمد لله من نعم ربنا وفضل ربنا وجبره، لأن الجد اشتكيت كتير قوي في بداية السنة، مكنتش متخيلة إن أنا هعمل عملية. أنا خلصت العملية بتاع ظهري، قلت خلاص مش هعمل عمليات تاني، ف اتصدمت إن أنا في عملية كمان لا لازم هعملها، عملتها في شهر 10، و يعني قفلت كده على الدراسة شهرين، ما كنتش عارفة أذاكر، وبعدين رجعت ذاكرت تاني شهر عشان ألحق ألم المتراكم عليا، كانت حاجات كتير أوي متراكمة عليا، وبعدين جالي شد عضلي شديد لأن المفروض أكون قايمة من العملية، المفروض ما كنتش أتعرض للضغط ده كله، ف جالي بقى شد عضلي شديد، فضلت من شهر 1 لحد آخر يوم في الامتحانات كنت بذاكر وأنا نايمة. يعني وبجد اللي كان ليها كمان فضل في مساعدتي في الفترة الكبيرة دي كانت الدكتورة اعتدال الشربيني، كانت بجد كانت بتعمل لي جلسات علاج طبيعي، وكمان كانت داعم نفسي كبير أوي ليا بالنسبة لي، يعني أنا بجد بحب أشكرها. كمان أهلي وأختي وأخويا ووالدي ووالدتي بجد كانوا كمان داعمين نفسيا جدا بالنسبة لي، فالحمد يعني لله كده إن على الموضوع الفترة صعب. دي كلها لا لا الحمد صعب لله. فعلا اللي انت مريتي بيه. أمل يعني انت كويسة دلوقتي؟ طيب الحمد لله بحاول بقى هو امنع القعده شويه واقف واريح، يعني على المفروض التعليمات اللي كنت المفروض ان انا امشي عليها، سلامتك، ألف فالحمد سلامة لله عليك، بجد يعني، فعشان سلامتك. كده وزي ما بقول انت الحمد قلتي لله ان ربنا ربنا كمل مجهودك. جبرني، الحمد لله بالظبط ربنا عوضني. بالظبط. يعني انا لما عرفت خلاص ما كنتش متخيله، يعني الحمد لله. ألف سلامة عليكي والحمد لله ربنا على يسامح سلامتك حضرتك، وألف مبروك. لكن عايزة أعرف ربنا منك، يبارك عايزة حضرتك. تعملي إيه؟ يعني إيه كل اللي أنت عايزة توصلي لها؟ هو انا اساسا من وانا صغيره كان نفسي انا كان نفسي في كليه صيدله، يعني الحمد لله حققتها، وكان بابا كان نفسه برضه قوي ان انا ادخل كده، هو ما كانش بيجبرني، هو كان نفسه ان انا اخشها، الحمد لله حققت امنيه والدي ووالدتي، يعني الحمد لله بجد يعني. بس طبعا مرحله جديده بقى اللي هي انا كنت خايفه من مرحله الثانوي، وبعدين جت مرحله الجامعه فبصراحه خايفه منها قوي، خصوصا كمان مكان الجامعه ابعد مني، ف مش عارفة أسعى المواصلات، والدتي هي اللي بتوديني ووالدي يعني بيكون في الشغل، ف مش عارفة صراحة مرحلة زي دي بجد ادعيلي بقى بجد.
انت قدها وقدودي امل. يعني انت ان شاء الله. تفوقتي على يعني العديد والعديد من الطلاب على مستوى الجمهوريه كلها وحصلتي على المركز الاول، فالنهارده انت ما ينفعش تخافي من اي حاجه، انت قدها وقدود الحمد لله. وهتكملي وهتقدري وهتنجحي وهتتفوقي في الجامعه كمان، والحمد ان لله شاء ان الله. ربنا كلل مجهودك بعد كل التعب اللي انت شفتيه بالنجاح وبالتفوق، وهتدخلي ان شاء الله الكليه اللي انت عايزاها وتحققي حلمك وحلم إن شاء باباكي. الله. وبنبارك لك ألف ألف مبروك الله ليك يا يبارك في أمل، حضرتك. أمل سيد محمد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم شعبة الدمج. مبروك يا أمل مرة تانية.